علي محمد نجيب المطيعي شيخي وابن شيخي، يعني والده شيخ الشيخ محمد بن المطيعي له فضل علينا عظيم، تعلمنا على يديه ونحن طلبة في كلية الطب، فالحقيقة كان من ضمن أسباب نجتنا من هذه الفرق والأفكار الغريبة التي كانت تثار في هذا الزمان ونحن طلبة وشباب ومتحمسين، فجزاه الله عنا خير والفاتحة للروح الشريف. دفن بالبقيع. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. وبعد، قبل أن أبدأ أحب أن أقول حقيقة ما كان لمثلي أن يتحدث في حضرة العلماء الكبار، وما حديثي هذا إلا امتثال لأمر فضيلته وتأدبا في حضرته. الله تبارك وتعالى قد من علينا بفضله وبرحمته بأن أرسل إلينا رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فضل من الله عظيم، لأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جاء من أجل أن يتم علينا نعمة الله تبارك وتعالى بأن هدانا إلى الإسلام، فهذا فضل عظيم من الله، كما أن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رحمة مهداة، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو فضل الله علينا، وهو رحمة الله تبارك وتعالى علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهنيئا للفارحين بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فليفرحوا، فلتفرحوا إخوة الإيمان والإسلام ولو كره الكارهون، فلتفرحوا بحبيب الرحمن تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ولو كره المرجفون، فلتفرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره المحرومون. نعم، حقا إنهم محرومون بالفرحة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفرح بحضرته صلى الله عليه وسلم واجب شرعي على كل مسلم أن يفرح بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبذلك فليفرحوا. واللام هذه للأمر، لام الأمر فليفرحوا، والأمر للوجوب، فيكون الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وجوبيا على كل مسلم، نابع هذا الفرح من محبته صلى الله عليه وسلم، التي يفهمون
هؤلاء الفرحة بشكل خاطئ. نعم، هم يظنون أن الفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تكون باتباع سنته. أنا لا أنكر الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولكن الاتباع ليس هو ذات المحبة، ولكن الاتباع إنما هو مظهر من مظاهر المحبة، وتكون ثمرة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد أبدا من أهل السنة والجماعة أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن متبعا. في حد من أهل السنة قال أن عمر لم يكن متبعا أبدا؟ فانظر حينما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من مالي وأهلي وولدي إلا نفسي التي بين جنبي. فيقول له سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكتمل إيمانك يا عمر. وبعد أن يتدبر عمر حال مع نفسه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مقام هو فيه أمام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك حقيقة ما قال، يقول له: يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من مالي وأهلي وولدي ونفسي التي بين جنبي. فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن كمل إيمانك يا عمر، كمل إيمانك يا عمر. محدش قال أبدا، لم يقل أحد أن عمر لم يكن متبعا، ولكن الاتباع هو ثمر للمحبة وليس هو ذات المحبة. ثم أنهم جعلوا الاتباع شكليا مظهريا في لحية طويلة كثة وثوب قصير، ثم بعد ذلك وكأن الإسلام ليس فيه إلا هذه الشكليات، ونسوا أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ومنهج نبوي ومحبة. هذه المحبة فاتت هؤلاء المغيبون الذين هم أصبحوا كارثة على هذه الأمة. ندعو الله العلي القدير في هذا المجلس أن يعصمنا من فتنتهم، وأن يهديهم إلى سواء الصراط، وأن يرزقهم المحبة الصافية لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأخشى أن أكون قد أطلت عليكم، وإنما هذه الكلمة إنما هي امتثال لأمر شيخنا الدكتور يسري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.